جزاك الله مرحبا بكم. مرحبا سالي معمر بلي شامبيون ايفر بروشان نهار الجزائريه والبلاد اربعه في خارج الوطن وواحده في الجزائر. دونك معلم بال 5 فوا شامبيون دافريك انت اون بليس راكو رايحين لي جوز اولمبيك ان شاء الله تفرحونا. ان شاء الله يكون تشاور بين اللجنه الوطنيه للصحه مع وزاره الصحه ووزاره القطاع تاع الرياضه تاعنا شباب الرياضه، وخلي ان شاء الله ممكن هذا الاسبوع والاسبوع ان شاء الله يكون يعني رد ايجابي للرياضيين وبشرهم بالخير، وحنا نتفائلوا الخير ان شاء الله، لان لازم احنا راه مجندين باش نخدموا مصلحه الرياضه الجزائريه. باش هذا الشرف ليا وزاد لي يعني مفاجاه للتكريم، ونشكره كثير ونتمنى النجاح لهاد الرياضيين. نتمنى ان شاء الله باش يمدوا القيمه للرياضيين ذو المستوى العالي، للرياضيين النخبه، يمدوا حاجه اللي تضمن معاشات الرياضي. ان اليوم الرياضي لما يلاكم ولا لما يجري لما ينتهي المشوار الرياضي تاعو راح يكون شمر حياته كاع هو شمر. وان شاء الله كما يقول لك حنايا نكونوا قد المسؤوليه تاعنا باش نطلعوا الرايه تاعنا، وهما ثاني يكونوا قد المسؤوليه باش يسيو اومو يديروا لنا كشحال يفتحوا لنا سونتر ولا يفتحوا لنا دي سال باش نونترينيو فيهم. انا وليت نقول لوكا غير راني في فرنسا، علاش تما ما اني نونطريني مع الكلوب تاعي، نكون ستاج معاهم، ندخل معاهم انا نونطريني، وبسكو على راني نشوف صحابي تما في فرنسا راني نشوف فيهم هما نونطريني، يبعثوا لي تصاور راني نشوف فيهم نونطريني. هنا راني قاعد في الدار ماني ندير والو.